اهلا وسهلا، كي دايرين صحاباتي؟ نتمنى ان شاء الله ربي تكونوا بخير وعلى خير. ميمة ديولي كاملين كنتمنى ان شاء الله تكونوا يا ربي في صحه جيده. غنبداو اختي بالصلاه على النبي هي الاولى. عاد اش نبداو نهضروا تحتو بزاف ما يتقال، توحشتكم بزاف. واخا غير البارح ما حطيتش، ولكن اختي كنتوحشكم انا غير دقيقه، غير ساعه الا غبرت عليكم كنتوحشكم. غنبداو اختي بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه اجمعين. مع فيديو اختي جديد بديت معكم من الصباح. انا راه الصباح بكري، قلت اجي اختي قبل ما نطيب الفطور. اول حاجه هي نمسح البوطه، دابا بواحد المسيحه خفيفه، لان اختي هاد البوطه الا غفلت عليها غير واحد النهار، قلت اجي مثلا نعكز عليها، راه ما غاديش اختي غتولي حالتها عتي وكتحرق ليا الماعن وبزاف د الحوايج. راه هضرت عليكم، قلت لكم البارح في فيديو ديال البارح، فقلت اجي اختي كما كنقولوا حجه وزياره، واقفه واقفه نحيد عليا كلشي. شنو بغيت نقول لكم؟ شكرا بزاف على البنات اللي دخلوا عندي الواتساب، شكرا بزاف للبنات اللي هضروا معايا، البنات اللي قرصوا ليا ودنيا بالخير ماشي بالشر، الحمد لله يا ربي دخلوا عندي. كاين اللي دوات معايا ساعتين، والله الا واحد البنت مسكينه ساعتين وهي كتهضر من ثاني الابيل، عرفتي لقيت ساعتين وانا كندوي معاها وما حسيتش كاع. شكرا بزاف للبنات اللي كيقول لا دنيا راك محتاجه لهاد القناه، ما تخليش عليها وما تغبريش، عافاك دنيا. بفضل الله وبفضلكم كنزيد نرجع ثاني، كنقول صافي راه عندهم الحق. وهذا شي حوايج كنكون ما دايراش بالي معاهم، كنقول دايره بالي معاهم. وشكرا حتى اللي ما كيسولش فيا، راه الحمد لله هذه هي الدنيا. كما كنقولوا مره عليا ومره عليك، هذه هي الحياه، ما عاد الانسان ما يدير. والناس اللي تسولوا فيا والناس اللي كان كما كنقولوا ملي كيسمعوا لي شي حاجه ولو بسيطه، ما كيكونوش من العاجزين وكيسولوا. الله يجازيكم بالخير وشكرا لكم بزاف بزاف. واعتراف ما شاء الله شي خمسه ولا سته البنات البارح اللي تهضروا معايا، وبقينا كنهضروا. كاين اللي هضرات معايا غير اوديوات، كاين اللي هضرات معايا غير كتابه، كاين اللي هضرات معايا ابل فيديو، كاين اللي هضرات معايا ابل عاديه. كنقول لكم بوسات لكم هانتوما عليكم كاملين، الامهات والخواتات كاملين. المهم اختي مسحت اختي البوطه، رجعت كتشعل ومور اختي ما مسحت البوطه وداك الشيء. اختي اليوم غادي ندير اختي واحد الفطير ويكون زوين. غادي نطيب فطور ان شاء الله بالخليع ديال خالتي ليلى اللي كانت جابت لي خالتي ليلى. غادي نطيبو غير ليا، صراحه بنتي ما كتاكلش الخليع، فغادي نطيبو غير ليا انايا. درت كنت غادي ثلاثه ديال البيضات، وانا نقول في عقلي اجي ندير غير جوج. البيضه اللي غتبقى طيبه هي على طريقتها، بغات تسلقها بغات تقليها، المهم هي وشنو كما كنقولوا شنو بغات. صراحه البنات بنين عتي ما خليت فيه والو، المقله حستها ما شاء الله، عتي واحد البنه فيه واحد البنه، وما درت لا زيت لا والو. الزيت اللي فيه انا حيت اول مره في حياتي غادي نطيب الخليع، باش ما نكذبش عليكم، اول مره في حياتي غنطيب الخليع. كناكلو في بلايص اخرين، ولكن باش نطيبو انا اول مره، اول تجربه. قولي كيفاش جاتكم، واش هذه هي الطريقه الصحيحه؟ راه ما دخلت لا اليوتيوب لا شي حاجه. جبتي خبز بسط باقي محطوط تما، جبت واحد الخبيزات زوينين، واحد السيد عرفتي كيديرهم فنين هكا، كلشي كياخد كلشي، كيدير ديال الكمون، كيدير انا خديت اليوم ما دخلتش ديال الكمون، كيدير فيهم الكمون، الزنجلان، حبه حلاوه، كلشي. واليوم خديت هذا اللي حيت ديما كناخذ ديال الكمون، قلت ليهم ناخذ هذا العادي. دابا هاد ربعه بجوج دراهم، عرفتي فنين كيجيو مع زيت العود ولا مع المهم كنت عمري خبيزه هكا بالبيض ولا بشي حاجه، كيجيو كيشهيو. المهم اختي لقيتيني درت البيض وخليها يطيبو، وعرفتي داك النهار شحال ضحكت، داك النهار شحال ضحكت. وخالتي ليلى براسها كانت قالت لي دنيا يهديك الله، راه ماشي لا كريس، راه اكريش والو. جيت للدار داكشي اللي كتقول لي باش نحيدو من فمي، زدت كملتو عرفتي قتلتوني بالضحك. قالت لي وحده العفويه ديالتك وصلت الحدود، وصلتي للعالم، يا لخر معانا لا كريس، ولاو يطيبو لا كريس اللي كيديرو في الطوموبيلات. والو اختي ما صافي، كل وحده غير اللي ضحكت عليا، والله انا اللي بقيت كنضحك حتى الدموع نزلت. كتقول لي بنتي مالك، قلت لها والو انا اللي عارفه مالي اختي. ها انتم هذا دابا هذا راه خليع، وهذا اختي اكريش. انا بغيت ثاني نقول لاكريش عاوتاني، والو والله ما كنحشم اللي في اختي ملي نقول شي حاجه تقبليني. قلت لاكريش قولي كاينه، قلت لاكريش قولي كاينه، اللي قلتها قولي كاينه. عرفي راني ماشي في الوعي ديالي، انا راه بنص كتجيني فقدان الذاكره، راه كنبقى نقول لكم واش لاباس، واش كنتاكد واش انا كاينه ولا ما كايناش. يلا اختي باش نحط الفطور نفطر ان شاء الله. واختي سبقت الكوزينه هي الاولى على ما فاقت بنتي، على خاطرها مشات تغسل الوجه ديالها وتطرب حالتها وداك الشيء. ودابا غادي ندخل ان شاء الله هنايا باش نجمع فين نعسنا الفراش، حيت قلت لكم غير فقت من بلاصتي مشيت نيشان كنوجد في الفطور على قبل المدرسه وداك الشيء. صافي المهم دابا الفطور راه طيب، خاصو غير يتحط فوق الطبله. دابا غنجمع فين نحطو ان شاء الله الفطور، غادي نجمع ان شاء الله الفراش، وغادي المهم كيما كنقولو نتول شويه. حنا التاويله اختي ديما في يدينا، راه اي مره مر غريبيه ولا اي مره راه نتوله،
التاويل راه هو كترتبي الحاجه كتبقاي غاده بشويه بشويه كتردي كل حاجه لبلاصه، كل حاجه كتشد بلاصه، كل حاجه هذيك هو التاويل. راه التاويل ماشي هو خص يكون عندك الفلوس والدار واعره، انا هذه هي الفكره. واخا راه كاين شي ناس اللي عندهم فكره غلطه كيقول لك لا حنايا فهمتوا، ولكن الحمد لله انا التاويل عندي هي الحاجه تكون نقيه، واخا تكون بسيطه ولكن تكون نقاه، لان النقاه غالب كل شيء. ملي كتشمي الحاجه نقيه وزويونه هانتي غير مخاده، تخيلي حنا دابا نهضروا غير في المخاد، مثلا المخاد اللي كنعسوا عليهم كي مثلا كدي واحد الغشاوات ديال المخاد كتنعس عليهم واحد 3 ايام، ملي كتحيدهم وكتبدلي وكديري واحد اخرين وتشميهم كتحسي بواحد الطاقه واحد الراحه وكتفرحي وكتحسي بحال درتي شي حاجه كبيره وشي انجاز كبير. راه هذاك اختي هو كيتسمى التاويل والفرحه والحداقه. الانسان ملي كيبدل الحاجه بداك الشيء اللي عنده في الدار، بداك الشيء بسيط، ماشي زعما بالضروره نمشي نبقى نكلف على راسي باش واخا راه ما نكذبش عليكم، راه الحاجه اللي انا عارفاها واللي كنحاول ولكن ما كنقدش، انا اليوتيوب راه كيبغي الجديد، كيبغي المعلنات جداد، كيبغي كل مره شريت شريت شريت، وملي كنشري شي حاجه ولو تكون بسيطه كيلبس كيقول لي دنيا لا ودنيا قصدي باغي ليا الخير الله يجازيهم بالخير. ولكن ملي كناخذ شي حاجه كنقول زعما هكا غير باش تطلع المشاهده، تاخدي مثلا القيع ديال الطبله، مره كناخذ مثلا شي كويسات، مره راه غير باش راكم فاهمين هذه راه خدمه، راه خدمه راه خاص ضروري كل مره ديري حاجه. اما الا بقيت هكذا راه نتوما دابا تنقولوا حنا 5 ولا 6 يقول لي حنا بغينا كيما انت، ولكن 5 اخرين غيقول لك لا حسي حنا بغينا الجديد، حنا بغينا الديور، حنا بغينا وحده قالت لي حنا بغينا الجوالات في الديور، حنا بغينا المشتريات، حنا بغينا شريت دار شريت هذوك، هادو هما الفيديوهات اللي كيعجبونا ديال شريت الدار صلحتها هذا. فاللي ما عندوش مثلا كيفاش شريت دار وهذا، مثلا اللي ما عندوش اللي غير كاري وغير كيتقاتل مع الوقت يلا مكفي مع الخبز والماكله ديالو، هذاك هزوا الماء وضربوا الضو كما كنقولوا. فهذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم، كاين واحد النص اللي كيكون باغي البساطه كما انت باغيك، وكاين واحد الناس اخرين كيقولك لا حنا ما نقدروش، حنا باغيين الجديد، حنا باغيين ديما العرضات ديما المناسبات ديما، فهمتي؟ الحمد لله. المهم لقيتوني باقا ما فطرت ياك، بقيت جالسه كنهضر مع واحد صاحبتي، نهضروا متتبعه ديالي ومتتبعه وفيه ما شاء الله، راه مدة 50 قالت لي وانا متبعاك، قالت لي وكنحماق عليك. تخيلوا ان كاين متبعات البنات عمرهم هضروا معايا كيتفرجوا فيا كيبغيو، ما كيعمرهم تفرج عمرهم زعما هضروا معايا، قالت لك ما كنقدروش كان ما عرفتش شنو كنخافوا هذا، لا تكوني ماشي متواضعه وكتا علاش انا شنو عندي باش ما غاديش نكون متواضعه، علاش شكون انا باش ما غنكونش متواضعه، انسانه بحالي بحالكم، انسانه عاديه جدا، ما كاينش شي حاجه زعما نقول لا. حيت دابا الله يسر كاين اللي غير كيتهضر غير جوج دراهم ثلاثه صافي ما كيبقاش يبغي حتى يهضر معاك، حتى السلام يقولهاش لك في الطريق. انا ماشي من دوك الناس الصراحه والله العظيم، مرحبا الف مرحبا باي وحده بغات تواصل معايا، اي وحده شحال وحده كتكون واخده نظره خايبه عليهم بعد كتغيرها، غير اختي تخلي الفيديوهات وتصاحبي معايا وتفرجي فيه غير بشويه بشويه ان شاء الله غتعرفي ان شاء الله كلشي عليا، وغندخل لك للخاطر ان شاء الله. المهم البنات هذه وريتها لكم حيت واحد البنت سولاتني البارح، جيت بغيت نجاوبها ما عرفتش واش التعليق ديالها فيه شي حاجه محظوره في البلاصه تاع التعليق، بغيت نعاود نجي نقلب عليه والو كيبان لي كنورك عليه ما كيطلعش. قالت لي عافاك الدنيا هذه شحال الثمن ديالها ولاش مزيانه حيت هضرتي عليها، انا اول مره غادي ندخل عندك. المهم اختي اول حاجه بغيت نقول لك الثمن ما نقدرش نقولو، الثمن كتبقى مكلفه به مولات الحسياك اللي غادي نهضر لك عليه، غادي نقول لك انها زوينه كتحيد لك السخفه اللي كانت فيك، السخفه اللي كنتي كتمشي شويه وتعياي كتحيد لك السخفه، كتعطيك واحد الانرجي كتولي مهم فايقه عندك الطاقه وداك الشيء. وعلى حسابي تقريبا دابا راه عام صافي، راه كملت عام وانا كناخدها الحمد لله. كون كانت شي حاجه غتبان في الاول كما قلت لكم انا راه متاكده منها تبدا وتيقه فيها مليار في المئه، اذا كانوا الناس كيتيقوا فيها 100% انا مليار في المئه تيقه فيها، تيقه ان هذا اللحس ديالتها طبيعيه. المكونات البنات هما هادو اللي بغاو يعرفوا بلاتي نوريكم، تنطفي الضو باش الفلاش، اما المكونات ديالها كلشي هنايا قرايا اختي باش تفهمي، حيت راه الحاجه اللي كتكون باينه راه باينه، شي حاجه خايبه خايبه شي حاجه زوينه زوينه. اللحسه ما شاء الله طبيعيه، وقرعه كون كانت هانتوما راه قربت تسالي ليا عطيك مخلوعه غتسالي ليا عاوتاني مشكله. هانت اختي هي النمره ديالتها 06 93 91 92 11، تواصلوا معاها قولها غير من طرفي باش تعرفكم، وراه التعامل ديالها زويون وانسانه كتخاف الله. قبل ما كتاخذي الحصه كتسولك بزاف الاسئله، المهم ماشي غير كتجي تبيع لك، ماشي باش تعرفوا ان ماشي شحال طماعه اللي باغا غير تبيع، تجي تبيع لك صافي الله يعاونك، لا كتناقش معاك تهضر معاك شنو عندك. هذه هادشي اللي عجبني فيها نهار الاول اللي تواصلت معايا، هادشي اللي قالت لي اول حاجه. وما اختي نحط لكم الرقم ديالها هنا
تواصلوا معها ولا من طرف يوميه الدنيا. والثمن راه تقول لكم هو اي حاجه تقول لكم هو تقولها لكم هي اي تابع حاجه بغيتوها قولوها لها هي راه تقولها لكم. حتى انا كاين شي حوايج كتسوي لي ما نحقش نجاوب عليه مثلا الثمن ما نحقش نقولو انا خاصها هي اللي غتقولو لكم اختي هادشي اللي كاين. يلا هادشي الزوينات. المهم لقيتوني ان شاء الله غدا معروضه. المهم راه واقيلا قلت لكم قولي واش ليكم. المهم ما عليناش غدا معروضه ان شاء الله عند صاحبتي وجارتي قريبه زعما ماشي بعيده كاينه غير حدايا جارتي بيناتنا. نقول لك تقريبا بيناتنا واحد هادي بيناتنا واحد الشانطي طويل نقدر الا بغيت نمشي عندها على رجليا نمشي عندها الا كانت الصحه وكنت قاده نقدر نمشي عندها غير على رجليا. المهم اختي عرضت عليا البارح الغدا. دابا انتوا غتفهموا القصه باش تفهموا كيفاش هاد العراضات دارت. هاد العراضه راه عندها قصه. دابا البارح انا درت اللحم بالبرقوق ياك اختي قلت لها اجي تغداي معايا قالت لي دوني دارني راسي راجلي كاين اجي انتيا. قلت لها لا اختي راجلك كاين ما ندخلش حشومه عيب وعار حتى ما يكونش راجلك في الدار. قالت لي غير دخلي ماشي مشكل زعما. قلت لها لا حنا كان الحمد لله كنعرفوا في الصواب وبزاف د الحوايج. قلت لها ما حدك راجلك كاين في الدار سيري اختي طيبي راجلك غدا مره اخرى انت اش غديري. قالت لي غدا ما غيكونش وغنديروا ان شاء الله غديوه زويونه وغنتجمعوا عليها داكشي اللي كاين. قلت لها شوفي ما غاديش نكلف عليك نتيا جيبي بطاطا وجيبي داكشي وانا غادي نجيب الدجاج من عندي غنطلع نجيب الدجاج. ايوا داكشي اللي درت البارح جبت الدجاج هو دابا في الفريغو غسلته وكلشي وشنو اخر صافي. المهم هاد العراضه هادي الصراحه كتكون زوينه كتكون انت شي بنت كتعرفيها ولا شي جارتك وولدها المهم وليداتنا كيقراو مع بعضياتهم كتكون زوينه. ايوا صافي دابا وجدت راسي عرفتي سبحان الله العظيم ما كنتش غادي نبين لكم هادشي حيت كاين اللي ما كيعجبوش بقيت تبيني هكا ولكن انا كيعجبني نوريكم شنو لبست شنو هذا واخا داكشي على قد الحال. واحد التعليق عجبني بزاف بزاف قالت لي مسكينه دنيا كنت كنبقى في الدار 3 شهور 4 شهور وانا غير مخشيه في واحد القدس ما كنهضر مع حتى واحد ما كناكل ما كنشرب ما كندير حتى شي حاجه. قالت لي واحد النهار عندها وليداتها عندها بنات وكلشي اسمحوا لي المهضر قالت لك واحد النهار قالت لك باش غادي نعرفك وباش غادي نتبعك قالت لك غيرتي لي حياتي. قالت لك تخيلي حياتي قالت كانت دمار كنت كنقول انا مدمره انا معذبه انا هذا. قالت لي وطلعت لي قالت غير بالصدفه قالت لك سبحان الله غير المينياتور ديالك اتاني. قالت لك عمري ما تفرجت شي وحده قالت حيت ولادي اللي كيلعبوا بالتلفازه ونقول لهم حبسوا حبسوا دخلوا لديك القناه عافاك. قالت لي من داك الفيديو قالت لك تفرجت فيه عادي ياك بداو كيطلعوا لي فيديوهات القدامين. قالت كنت صغيره حياتي معاك قالت الحمد لله وليت كنشقى وليت قالت لك مشات ديك الاكتئاب اللي كان فيا. قالت لك شفت داكشي اللي عشتي انت داكشي دوزتي انت قالت لك كيبان داكشي دوزت انا في حياتي والو قدام انت رغم انها البنات راه السن ديالها كبر من ديالي. قالت لي ولات كيبان لي انا ما دوزت حتى شي حاجه في حياتي قد داكشي دوزتي انت وهذا شرف ليا الحمد لله. قالت لي كيعجبني ملي كتحطي حوايجك هكا باغا تخرجي كتحطي سويه كتحطي سنيديله سويعه واختي داكشي اللي غندير دابا ان شاء الله يا ربي فرحانه واخا غير قريبه ليا واخا راه كنعرفها وكنتلاقاو ديما ولكن اختي بغيت نفرح براسي ونمشي اختي لابسه شي حاجه زوينه واختي جليبه درت معاها الزيف واخا راه ماشي ديال هاد الزيف هذا راه كان عندي قديم راه مسكين شبع صابون حيت باقي ما خديتش لهاد الشلابه الزويف ولكن هذا كيشبه ليها كيشبه ليها شويه بيناتهم واحد الفرق ولكن غادي نلقري نفسهم. هانتي باش تشوفي واش كتقولي هانتي شوفي هذا هانتي المهم شويه فهمتوا كاين الديكرادي ديالو وفي هاد لي زيستخاص هادو كيعجبوني خبركم راه حتى لي زيستخاص هادي شنو هي ديال السقه البنات خبركم حتى لي زيستخاص راه حرام ولكن اختي راه لجنا نبقاو نحلو ونحرمو راه شحال من حاجه راه الريحه غير لي زيستخاص ما خصهمش يكونوا في الحوايج وانت خارجه زعما الله الله يعاوننا يا ربي ويغلبنا ونحيدو كاع داكشي اللي ما غاديش يرضي الله. ها السويكه البنات اللي غادي نداخد غنحط نديه معايا. شوفي اختي شوفي شوفي اختي شوفي شوفي العوريه اختي شوفي شوفي لا اليوم اختي غنولي ضاربه الزاز عليكم. داك النهار تلاقيت مع واحد البنت تقول لي اش هاد الزاز دنيا ما عقلتش شنو كنت لابسه. قالت لي اش هاد الزاز اش هاد الزين قلت لها بس كتريشه واو انا زاز وانا زين. لا لا صافي غنتصرف هذا غير بسطام اختي غنحيدو. ايوا اختي اليوم علاش هاد الزاز اختي راه اليوم غنضرب عليكم بهاد الزاز غنلبس الكحل. هانتي اختي شوفي كيفاش جات زوينه ياك وغنلبس هاد الساعه البنات. هاد الساعه اللي جابت لي خالتي لطيفه كتقول لي باسكو مابقيتش تقولي وكنقول الصراحه قالت لي مابقيتش تقولي حتى حاجه صافي سكتي. قالت لي ديما كنغوت وتدري نفس الحال. ها السويعه اللي غنلبس وغادي اختي ضروري مورا الشقه ومورا الروينه داكشي يدي كيوليو مشحل فين كيوليو كندير هاد الكريم هذا البنات راه كاين في مينيسو هذا داير شي 30 درهم ولا ما كاين ولا 20 درهم والله ما عقلت. انا ورات ليا واحد البنت هي اللي وراتو لي شوفو طفري مهرس خصني شوف طفري مهرس بلاتي شي الشقه كيهرس الدفران
انت شوف هذا كان الطبيب يدي عندكم، هو عنده وعندي فازلين، مره هذا ومره هذا، انا اختي فيه ريحه الفريز، هذا هو اللي بقى من الريحه، ما بقيتش كندير هذا، بعدا وليت كنديره حتى هذا راه فيه الريحه، ان شاء الله غنحيدو. وهذا المرطب هذا كنت خرج شويه الطبيبه كنديرو لوجهي، حيت انا قالت لي منتي من لابو اللي خصها ترطب، واصلا قالت لي كاع الوجوه ديالنا بصفه عامه الوجه اللي ما كيترطبش، قالت لي راه ما عرفتش كيفاش، ضروري ترطب الوجه ضروري، واخا تكوني غير في الدار ترطب وجهك. فوليت كتقاد عليا كنعاود ناخذ هذا غيطيح، ما عتمني اليوم غير كنطيح، بلا طيحت القرعه اللي كنت كنشقى. ودابا هاد الصديله هذه قلت لبنتي غادي نخليها تكون شي مناسبه، قالت لي فين عمرك وما تعرفتي شي مناسبه كبيره، قالت لي قفطان عندك من نهار اللي شديتي وانا عاس المتنمرين، اول وحده تنمر عليا هي بنتي، قالت لي فين عمرك تعرضتي لشي مناسبه اللي غتلبسي فيها الصنادير والقفاطر، قالت لي ياك حنا غير في الدار، نهار اللي عقلت على راسي حنا في الدار. ايوا قلت الحمد لله بعد ما ندير الحمد لله، كنت فهمتي داكشي بالمكتب، مكتب لك الله تعرضي راه تعرضي، ما كتبش الله تعرضي، ان شاء الله وفات كبري وندير لكم ونديروا مناسبات، وان شاء الله ملي تكبري وتقراي راه نوليو نديروا ديما حتى حنا مناسبات. لبست الصنادله على البنات هانتي، لبستها واحد اللبسه ودابا غنعاود نلبسها، هي كبيره عليا شويه الصراحه، لان كنلبس انا 37 وهي فيها 38، ولكن كتبان عاديه ما كتبانش كاين فرق. شوف البيسه جات كتحمق ياك البنات، ملي غنلبس ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو نقول لبنتي تصورني هكا ملي نكونوا خارجين غادي عند السيده. يلا اختي الحبيبه المهم ان شاء الله نتلاقاو ملي نخرج. يلا شنو نقول لكم، لبست حويجاتي وجدت راسي صافي، قديت الامور الحمد لله، نقيت الدنيا، بعدا شوفوا غنخرج ونخلي الدار نقيه. حاجه واحده اللي ما غاديش نديرها هي ما غسلتش الماء حتى نرجع، ماشي مشكل. المهم عندي الفطور ديال البيض، حيت صراحه ما ساليتش مع سيرواجي، بنتي باقا في المدرسه غنمشي نجيبها غندوز عليها ناخذها ومن تما نمشيو بالشكاره ديالتنا. لبست اختي الجليبيه، شوفي اختي شوف انا نوريهالك دابا. المهم جمعت الدار نقيتها، درت شويه ديال عود الند باش تبقى ريحه زوينه في الدار، عرفتي ملي كنسالي عرفتي. انا بعدا بلاتي بلاتي، انا بعدا عندي واحد الشقه خاص، انا امتى كنعرف انني شقيت؟ الا تهزت الطبله بحال هكذا، الا كانت الطبله بحال هكذا مهزوزه والزربيه مشطبه كلشي هو كنعرف بان الدنيا الحمد لله. المهم دويرتي نتنقات وهذا. المهم شوفي اختي هزه السوارت وانا نتفكر هانتم، بلاتي انا نقلب باش تشوفو بلاتكم كاع الحال. البنات شوفو كيفاش جات، صراحة جات زوينة، علقتها في السويرتات. شوفي اختي هانتي راه مكتحيد ما والو، داتي سمحي ليا كنسى بانني مدايراش نظاظر، ما عرفت فين درتهم. بلاتي هانتي شتي اختي الصراحة جات زوينة، فيها دنيا ديال الإسراء ما عرفت فينها هي، هنايا إلى أغلى إلى أعز الناس دنيا، إوا بنتي عندها إلى أغلى الناس. المهم شوفي بعدا شوفي الدنيا، شوفي شوفي ما حد واحد طفيت الضو، تبدا نشعل الضو باش تشوفي اختي هانتي، كلشي نقي كلشي كيشعل كلشي زوين هانتي اختي، شوفي شوفي كلشي كلشي. هذاك راه تقات ليا بجافيل، كانت عندي صاحبتي في الدار ومسحات به الطبله، وكانت الطبله فيها جافيل قالت ما قلتهاش ليها وخسر، هي راه ماشي وسخ ولا شي حاجه. شوفي هانتي الحبيبه ديالي، شوفي اختي هذاك غير واحد الامانه في الخنشه غنديها معايا لواحد السيده صافي. هنا شي حويجات جمعهم من واحد المراه كانت ناتجي، قالت لي خليهم ليا، قالت لي صافي تقسطلت الحمام درتهم فوق هنا الزايبيه حتى هي نقيه انت اختي. اما بحال هادشي هذا هنا كاين غير الالعاب ديال بنتي لتحت، هادو المهم الشكاره ديال الكتبه غنحيد من هنايا، وهادو خصهم يمشيو للمصبانه، هادو صبنت كلشي ما بقاو ليا غير هادو، خصهم يمشيو للمصبانه. كنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ما لتحت كاين الحوايج الموسخين ديال بنتي غير ديال بنتي، ان شاء الله غادي نصبنهم، غادي نحيد عليهم الصلايه قبيله، حطاتو اسراء فوقهم هادي حيت الصلايه حشومه تحت فوق شي حاجه صافي اختي. حيت دابا بنتي باقا صغيره، واخا كنعيا نوريها كتهز دابا هاد الصاك تحطو هنايا، هنايا كاين غير الحوايج غير ديال بنتي خصهم يتصبنوا ان شاء الله قريبة تجي الماكينه. المهم ان شاء الله دابا نقول لكم الموضوع ديال الماكينه، قريبة تجي راه غير الوقت ما كنلقاش باش نمشي، هو كيقول لي جي ديها وانا ما لاقياش الوقت فين غادي نمشي، والمدرسه ما كنلقاش الوقت، ونهار السبت بحال بعد ما كيكونش، داكشي علاش راه الماكينه كما كنقولوا واجده خاصها اللي يمشي يجيبها. المهم دابا ان شاء الله تعرفوا كل شيء، خديت ماكينه زوينه كبيره غير الوقت اللي ما لاقياش. المهم ان شاء الله نهار غنمشي عنده غنوريها لكم. يلا اختي المهم انا دابا ان شاء الله نشد الطريق نمشيو، المهم الا كانت شي حاجه باش نتفاهموا البنات. شوفوا الا قدرت نصور عندها غنصور، ما قدرتش راه ما تقدروا ما تشوفوني ما نشوفكم حتى الغدا
على حسب نشوف شنو كاين اللي كانت راه غتعرفوها ان شاء الله يا ربي. يعني اول لبسه الجلابه، اول لبسه والله الا اول لبسه، ثاني لبسه ما اول لبسه ولا ثاني لبسه، لبسه نهار اللي لبسه عند حنان وهذه ثاني لبسه. هذيك اللبسه ما كتحسبش، هذيك غير ديال التقياس، ولكن اللبسه اللي لبستها هي اليوم. واخا هي كان قال لي البنات خذي لها شي صباط وخذي لها شي زيف يكون هذا، انا اختي حاليا ما خديت لها والو، ماشي ما عنديش شي واحد ثاني يقول لك حكايه كتقولي انا، غير ما كتلقايش الوقت، واصلا ديما عندي سبحان الله الزهر في داك كيفاش كيقولها هذيك ديال الزاسق، ديما كناخذ مثلا الكسوه في لون ونعيا ما نقلب على الزيف تاك صافي حتى كنعيا وكنقلب والو صافي، كناخذ غير اي زيف. وكاين سبحان الله عندها الزهر كتاخذ داك الشيء اصلا، كتاخذ داك اللون اللي في الجلابه هو اللي في هو اللي في المهم اللي في اللي في الشال هذا، كل واحد اختي انا ما كنعرفش. وداك النهار خديت واحد الزيف انا وريه لكم دابا، خديته خديته ب 10 دراهم، واحد كيبيعهم زويونين في كراج عليه حدا من كنت عند خالتي ليلى، خديته وفي الظلام قال لي غير خودي، هو كندير لهم 20 درهم ودير لهم الصولد، وقال لي قلت ليه هاد التصويره عندي هاد الجلابه واش غادي يجي بحالها، قال لي غيجي هو هذا، قلت ليه على حسابك مشيو للدار انا وريك. ايه هانت اختي هذا بعدا راه ما كيشبهش ليه كاع، هانت 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 كيشبهش ليه هانت، شوف شوفي باش تفهمي كيفاش قصت لك اختي، ما عرفت كيفاش نوريك والله ما عرفت، انت ما عندوش علاقه وكيحلف وكان نحلف، قلت لي راه ما يجيش هذا، هذا بان لي هذا كيجي جا معاه، انت انا بان لي هذا جا معاه، لات هذا جا ليا معاه اكثر من هذا، هذا فرق شاسع، فين هو اللي كيش صدق هذاك جا لهذا، هذا فيه واحد الهدب هدايا غضحكوا على السوارت، انت ملي كنمشي بغا يصير يقدروا واش كندير هذا حيت كنخاف يطيحوا ليا ولا توضوا ليا، كنحيد واحد من كنحيد واحد من كنحيد واحد من من الساروت من هنايا، هذا كنحيد واحد وكنعاود دابا غنحيدو من الزيف، كندير هذا الشيء ديال شحال هذا. المهم اختي دابا عاد اش قلت لك اني وريتكم، قلت لكم صافي غنمشي الساعات كامل وريتكم الجلابه، الجلابه كامل وريتها اختي بسلامه. وانا نقول راه كاع ما وريتهم دنيا كيفاش جات الجلابه، ها انت اختي بغيت نوريك ملي لبستها، وعشي صاحبتي والله الا عليك دابا مشيت عندها قالت لي داك النهار فاش شافتني خديتها قالت لي ما زويناش وعلاش خديتيها خدي الغوز، وملي شافت دابا هذه حمقات قالت لي فنه، قالت لي واعره واعره، قالت لي الصراحه قالت لي قالت لي الكاميرا خداعه يا اختي، حيت الحاجه كتشوفيها في شكل وفي الحقيقه كتكون في شكل اخر كتكون واعره. وقلت لكم بسلامه وما المهم قلت لكم بسلامه وانا نتفكر ما وريتهاش لكم. شوف اختي لبست صندله جديده، واختي اليوم كل شيء جديد ما نكذبش عليكم البنات، اليوم طالعه انا جديده، صباط صندله جديده، جلابه جديده، الزيف اللي ماشي جديد ما نكذبش عليكم، انا اليوم راني جديده، المهم وليت وحده جديده. شوف اختي هنا راه كنهضر معاكم غير ما عرفت كانت الموسيقى في الطريق مع كان المهم كانت واحد الطوبي واقفه وطلق الموسيقى صافي، وانا خدت لي جيني حقوق الطبع اختي ايوا اختي ولي في شد لي نقطع عليك. مشيت غديت عند صاحبتي وخرجنا لواحد القهوه زوينه انا وياها، ان شاء الله كلشي غتشوفوا في الفيديو الجاي، نقول لكم تهلاو في راسكم وراني كنحماق عليكم، باي باي.